السلام عليكم، معنا الإطار محجوب الكحل مدرب فريق شباب العريش لكرة القدم. مستوى الفريق في اندحار وهزيمة أخرى أمام فريق أمل العروي بهدفين دون رد، ماذا يجري للقلعة الزرقاء؟ واسي نزال عشان نقول لك مرحبا بعدا قناة الفجر تسعتي تفرغ المعلومات. واش نقول لك انت راك شحال جريتي من مقابلة معنا، راك تشوف انت دابا لاسطو ما كاينش باش يدخلوا اللعاب الفقا غدا هذا ما كاينش الفلوس كاع الدراري ما ميتين نفسانيين ميتين لعبة نفسانيين ميتين هادشي اللي كاين. سي محجوب الكحل، الكل في قسم الواتي يتكلم عن التحقيق الذي طلب به فريق النادي الرياضي الفنيدق، يتهمون فيه رئيس النادي والمدرب بالتلاعب في نتيجة المقابلة التي جمعتكم بقدس سازة خلال الدورة 22 بطولة القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الشرقي، وأنهم يتوفرون على تسجيلات صوتية تدينكم. شنو يمكن تقولوا سي محجوب الكحل لجمهور العرائشي على هذه الاتهامات التي تمس سمعة الكرة العرائشية؟ سي نزال، أنت راك جريتي المقابلة كي كانت، وراك شتي المقابله كي كانت تحكم واش المقابله كان فيها تلاعب ولا ما كانش فيها تلاعب. بالنسبه اللي تيقولوا التسجيل هما كانوا مدعميننا ببري موتيفاسيون، هذه حلال، هذه اي فريق تيلعب بها. هما فاش كانوا تينيغوسيو معنا شنو يعطيونا شنو يعطيونا، قلنا لهم راه هذا الماتش هذا هذاك التمرين راه ماشي ديالو، يعني يمكن تقدر هكذا بهذا المستوى، قلت لهم تقدر تزار تعاون في هذا الماتش بغيه اكثر من هذا التمرين هذا، اكثر من الثمن هذا اللي تتقولوا، يعني موتيفيونا. صافي تفاهمنا باش يجيبوا لنا الفلوس الموتيفاسيون. كنا تنسالو في الفيستير ما جاوش، دخلنا المباراه ديالنا خسرنا، شنو غنديروا الكره؟ راك شي بيلانتي اللي حيدوا لنا في الدقائق الاخرى ديال مع القدس تازه. وهذه الهضره هذه الا تتهضر الفنادق الا باغا تطلع خصها تربح تازه، تربح الشاون، ماشي تلقى سبه فين تشد وتبقى تشويش الفرق. ولكن حنا شوف حنا الحمد لله عارفين شنو تنقولوا، حتى حنا راه غنقاضيهم على هذا الشيء ديال التسجيلات وغنتابعوهم ونشوفوا واش عندهم الحق القانوني باش يسجلوا هنا ولا باش كاع يتفاوضوا معنا كاع. هذاك الشيء ديال الموتيفاسيون كاين، هما ما كانوا بغيو يموتيفونا ما جاوش عطاو للدراري اللعابه. عاود راك عارف لاشمو كانت مقابله جيده كي كانت، راك تفرجت فيها وعطاهم بيلانتي. راك انا ما شوف ما غنعاودش نهضر معاك على لي زاربيط، لان صافي مليت، انا مليت حتى راك تفرجت دابا بريمير متر ما حيدنا بيلانتي فالابل، شنو غادير معاه؟ ما احنا خسرنا نفسانيين، احنا مدمرين اللعابه نفسانيين، يعني راك تشوف واش كاين. سي محجوب، في اطار هادشي ديال بيع وشراء، وانا كنت من الصحفيين اللي داروا التغطيه لمقابلتكم ضد تازه وشفت الكرينتا والروح القتاليه اللي لعبوا بها اللاعبين، سؤالي واش يمكن للمدرب ورئيس الفريق يبيعوا مقابله بلغه كويري كما تيقولوا بدون تنسيق مع اللاعبين؟ هذوك الناس باش تعرف، هذوك الناس كانوا بعدا في الماتش ديالنا معاهم فاش كنا نلعبوا ضدهم، هذوك سومونا وما عطيناهمش صراحه، سومونا وما عطيناهمش وربحونا بالضغط، بالضغط النفسي وهذاك التهكم. راك عارف انت الكره الانتيريور كديرها شويه في الخلا، ضغطوا على اللعابه. وبالنسبه اللي تيتقول لي اخويا نزار نقدر انت تجاوب في هذا السؤال هذا، انت راك تفرجتي في المقابله وتجري المقابلات كي كانت المقابله، راه عطاهم بيلانتي ماركاو علينا في البلاصه حنا ماركينا ما فرحوش بالبيت ديالهم، بدينا تنجاريو المقابله جابيت كافوياج دقيقه 90 بيلانتي باين حيدو، واش مشيو عاودوا نهضروا مع الاربيط وقفنا؟ حنا في تازه تظلمنا معاهم، تدخلت كره للشبكه ما دخلتش للشبكه عطاهم بيت. نظن على حقنا وقفنا 8 د الماتشات عطاو 4 د اللعابه حمر، شنو غادير؟ الكره صراحه حنا في الهوات مظلومين بزاف في التحكيم، الفرقه اللي تيعاونوا دابا هي تزول تربح لداخل برا، شنو غادير؟ ودابا تا راه كانت دابا المشكل الفنيدق موتيفات الكوك سميتها الكواكب، موتيفاتها باش تربح تازة، فاش الكواكب خسرات مع تازة قالت لها راك عطيتي، يعني اي فرقه خسرت مع تازة تتقول لها راك تعاونتي مع تازة. تازة بصراحه راه فريق قوي، راه ماشي زين نكونوا واقعيين، واش عند تازة بعد ما تلقى تبدل بلاصه تشري ماتش انت الله يهديك.